هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر أيضا. مائل الحرارة على شمال البلاد حتى إقليم القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد. خلينا نتعرف على التفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى وكل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. خلينا نتعرف الأول على الموجة القادمة من أوروبا، الموجة الباردة أخبارها إيه؟ هتستمر لمدة قد إيه؟ هل هتغير ملامح فصل الخريف أم أننا يعني نعتبر في إرهاصات فصل الشتاء؟ طبعا خلينا نقول أن الفترة الحالية كنا دايما بنأكد عليها أنها تكون فترة تقلبات جوية حادة وسريعة، صحيح، بنلاقي فيها تغير كبير في الحالة الجوية يمكن على مدار الأيام المتتالية أو على مدار نفس اليوم، وده اللي بنعيشه الفترة الحالية. بتكون أجواء ما بين الحارة للمائلة للحرارة خلال ساعات النهار تحديدا خلال فترات الظهيرة، وخلال ساعات الليل المتأخر بنلاقي أجواء مائلة للبرودة، في فرق كبير ما بين العظمى والصغرى لنفس اليوم، صحيح، فده بنأكد عليه وبنحذر منه بشكل كبير خلال الفترة الحالية. طبعا ده بسبب كتل هوائية بتكون شمالية قادمة من على البحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فنقدر نقول ان الفترة الحالية هنشهد فيها تقلبات جوية بشكل حاد وسريع خاصة في درجات الحرارة على اغلب مناطق الجو. طب المنخفض الجوي ده مستمر لغاية امتى؟ وهل نقدر نقول ان هو مستمر لغاية بداية فصل الشتاء اللي هو في ديسمبر ام انها موجة مؤقتة يا دكتور؟ بالنسبة للمنخفض الجوي بالتأكيد هو مش ثابت، أكيد متغير، في بعض الأحيان بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أيام تانية بيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ولما بيكون في مرتفع جوي بتكون الظاهرة الرئيسية هي الشبورة المائية، وإذا توفرت معاها عوامل جوية أقوى ده بيخليها فرصة الشبورة بتكون أشد، لكن الفترة الحالية تأثرنا بالمنخفض الجوي ده بأمر طبيعي خلال الفترة الحالية، يعتبر إحنا بيأهلنا بشكل تدريجي لفصل الشتاء، لأن المنخفضات دي في فصل الشتاء بتكون موجودة بكثرة وبتكون أشد قوة، وفصل الصيف بينعدم تماما وجود المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، وبالتالي فصل الخريف بأنه فصل انتقالي بتبدأ تظهر فيه هذه المنخفضات الجوية بشكل أضعف، وده بالفعل اللي احنا بنعيشه خلال الفترة الحالية. طب هل يعود فصل الخريف إلى سابق عهده أم يظل حتى فصل الشتاء؟ يعني لو تكلمنا عن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة نقدر نقول اللي احنا بنعيشه خلال هذه الأيام هو المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 28 ل 29 درجة اللي بيتم تسجيلها خلال فترات الظهيرة، خلال ساعات الليل الصغرى على القاهرة بتوصل ما بين 20 ل 21 درجة، بالتأكيد المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بتشعر أكثر بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. عندنا المرتفعات الموجودة في وسط سيناء بسبب طبيعتها الجغرافية بتوصل عليها درجات الحرارة الصغرى خلال الفترة الحالية لحدود 11 إلى 12 درجة مئوية، فدي كلها تعتبر المعدلات الطبيعية، لكن كلنا ملاحظين النشاط النسبي للرياح الموجود على العديد من مناطق الجمهورية على فترات متفرقة من اليوم من ضمنها القاهرة والوجه البحري والسواحل وحتى محافظات الصعيد، ده بيزود أكثر إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبيشعرنا بدرجات حرارة أقل من درجات الحرارة اللي بيتم قياسها، فده نقدر نقول إنه مستمر معنا يمكن حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل بإذن الله. دكتور محمود ننصح الناس بإيه في هذه الفترة من العام؟ طبعا إحنا الفترة اللي فاتت كنا دايما بنأكد إنه كل ما تعمقنا في فصل الخريف هيبدأ يظهر الفرق الواضح ما بين درجات الحرارة على مدار نفس اليوم، ده اللي إحنا بنعيشه الفترة الحالية، بنبدأ نلاقي تحول في الحالة الجوية خلال ساعات النهار، أجواء مشمسة تماما، طقس ما بين الحار للمائل للحرارة، خلال ساعات الليل أجواء مائلة للبرودة مع نشاط للرياح، وبالتالي نقدر نقول إن الفترة الحالية بالنسبة لطلاب المدارس أثناء خروجهم أو ذهابهم صباحا إلى المدارس يرتدوا قطعة ملابس إضافية، وخلال فترات الظهيرة يقدروا بالفعل يستغنوا عنها بسبب الأجواء المائلة للحرارة والحرة،
وبالتالي الوضع الحالي أو الفترة الحالية تعتبر فترة مثالية للإصابة بنزلات البرد، فبنأكد على كل المواطنين توخي الحذر التام. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات هذا اليوم. لو وصلنا للعاصمة القاهرة هنلاقي العظمى فيها 29 والصغرى 19، نفس المعدل تقريبا. العاصمة الإدارية العظمى 30 والصغرى 19. الإسكندرية تقل درجات الحرارة لوجود أو لاقترابها من المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط 27، العظمى والصغرى تسجل 20، نفس المعدلات في العلمين الجديد 27 19، مطروح أيضا 26 20، وهي أقل درجة حرارة مسجلة في محافظات الجمهورية. دمياط 27 22، بورسعيد ما زلنا في السواحل الشمالية 27 23، أما الإسماعيلية فتسجل العظمى 30 والصغرى 19. محافظة السويس تقترب من إقليم القاهرة الكبرى، تسجل العظمى فيها 31 والصغرى 19، العريش 27 18، كاترين من أقل درجات الحرارة في تحديدا الدرجات الحرارة الصغرى، تسجل العظمى 26 والصغرى 13، أما طابة فتسجل العظمى 28 والصغرى 21. حلايب العظمى تسجل فيها 30 والصغرى 23، وشلاتين 32 25، شرم الشيخ تزداد فيها معدلات درجات الحرارة، العظمى تسجل 32 والصغرى 24، كذلك نفس الحال الغردقة تسجل العظمى 32 والصغرى تسجل 23. محافظة الفيوم تقترب من إقليم القاهرة الكبرى، فبطبيعة الحال أيضا تسجل درجات حرارة يعني تقترب قليلا من القاهرة، العظمى تسجل 30 والصغرى 18، بني سويف 30 18، الوادي الجديد تسجل العظمى 33 والصغرى 18، أسيوط 31 18، سوهاج 32 19، قنا تزداد درجات الحرارة، العظمى فيها تسجل 35 والصغرى 21، الأقصر من أعلى درجات الحرارة تسجل العظمى 35 والصغرى 21، وأسوان هي أعلى درجات الحرارة المسجلة في محافظات الجمهورية بواقع العظمى 35 والصغرى 22. إذن مشاهدينا كما ذكرنا يعني الموجة التي تأتي من سواحل البحر المتوسط هي موجة باردة بطبيعة الحال، نحن في فصل الخريف في هذه الأوقات، ولكن درجات الحرارة تأخذ في الانخفاض في ساعات الليل المتأخرة، توجب علينا الحذر بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا في فترات الشتاء الباردة، وخصوصا مع المحافظات التي لها ظهير صحراوي. يعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقراتنا في برنامج صباح الخير يا مصر بصحبة جمانة ومحمد الشتلي. شكرا لك مصطفى.